تقريبا الشروط والمواصفات والحيثيات والملابسات والإشكالات التي يطرحها هذا التكوين في هذا الظرف. ولكن المسألة الأساسية هو أن هذا التكوين يطرح مشاكل أكثر بكثير مما يمكن إيجاد من حلول تلك المشاكل. لماذا؟ بطبيعته لأن شنو هو؟ لانفورماسيون كوميونيكاسيون سي اون انتر ديسيبلين. ما معنى انتر ديسيبلين؟ هي هذا التخصص يعني. وبيير بورديو يتحدث عن دي شون يعني حقول معرفيه متداخله وفيها الالتقائيه. لذلك سارتر اذا كنت بلسانيه القانون نعم سي با ان سوجي. بالعكس كل يعني التخصصات الاكاديميه في العالم تصب بشكل او باخر في مجال الاعلام والاقتصاد. فهذا التكوين طبيعته بانه اما ملتقى طرق ولا مفترق طرق. ماشي يمكن لك ماشي الكيمياء بوحدو ولا القانون الدستوري، لا هذا فيه تدخلات كثيره جدا متشعبه. ومن هنا الاشكال الحقيقي الذي يواجهه كل من يتعاطى مع هذه المهنه سواء يعني تكوينات او مكون وما الى ذلك. هذا شيء اساسي يجب ان نكون واعيين به. اذا ما هو يعني يا ترى الخصوصيه اذا كانت هناك خصوصيه مغربيه في مجال تكوين الاعلام والصحفي من الناحية التاريخية؟ تعرفون الله بدينا بعد الاستقلال في 1969 واحد مركز سيرت مركز تكوين الصحفية بشراكة مع فريدريش نورمان. هذه مؤسسة يعني ألمانية في السبعينات كان معهد عالي الصحافة، ثم غير الاسم في 1996 للمعهد الإعلام والاقتصاد، والتحق المعهد الأستاذ معنا هنا نصفية التحق بما يسمى إمهاد إجازة ماستر دكتوراه ال ام دي في 2011. وإذا كان فعلا ليزيك مرجعية فهو مرجعية يعني بالناحية التاريخية، بل أكثر من ذلك حتى الوجود على الصعيد المهني. فتخرج من هذه المؤسسة عدد لا يستهان به من الأطر الإعلامية الصحفية في المستوى يشرف هذه البيئة. والآن عدد كبير منهم في مصادر القرار. وهنا أشرت إلى الصحفية، قلت أنه ماشي غير فقط يعني لو جورناليست مي أوسي كومينيكون. دوكا أبل غيسا كومينيكاتور. بون هنا ليسي تومبي كومينيكاتور اي اون لابيل دوريمون ان كومينيكي. يعني مهن التواصل وفي نفس الوقت صحافة. بمعنى أنه وسعنا آفاق تدخل المعرفي المهني ليقوم بعملية ما نسميه عادة يعني صناعة الرأي العام أو تأطير الرأي العام أو المساهمة في الرفع من مستوى الوعي الثقافي والانتماء إلى الهوية المعنية الهوية المغربية. لكن هذه المسائل هذه يا إخوان راه في الحقيقة يعني تحتاج إلى واحد الوقفة، وقد تمت الإشارة إلى ذلك أكثر من مرة من طرف المعنيين والمعنيين المباشرين والمعنيين الذين يعتبرون أنفسهم خارج اللعبة. لا لأن هذا نسق متكامل، جزء من كل، ماشي يعني كل في جزء، لا جزء من كل. نحن يعني في مجال الإعلام والاقتصاد يعني نرتبط بكل المجالات الأخرى، وبالتالي النظرة النسقية يعني النظرة النسقية إلى ذلك إذا ما أحببتم فهي يعني نظرة متكاملية متشعبة متداخلة تفاعلية في باب كل يعني التخصصات. فيجب القيام بذلك. الآن أنا نرجع واحد المسألة أساسية نقول شنو هي فلسفة التكوين؟ شنو هي الفلسفة؟ ما كايناش. هل هناك سياسة؟ لا ما كايناش. كاين عدد من الأفعال من المشاريع والمبادرات في التكوين سواء تعلقت بالجامعة المغربية التي التحقت حديثا بها التكوين أو بعض
بعض الخواص الذين تحقوا كهما في الألفية الثالثة و يعني بداية الألفية. ما يعني هل هناك تصور لبناء الإنسان المغربي المتخصص في هذا المجال؟ ما كاينش، ليس هناك أي تصور. نحن مع المساطر سي طاهري قال وزارة التربية الوطنية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نعم طيب، ولكن ربما الأستاذ طاهري لا رغبة في هذه المسألة ولا حاضرة، إنما جميع التخصصات المعتمدة تمر عبر الوكالة الوطنية لتقييم وضمان الأجودة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة يعني تمر إلى الوزارة المعنية والوزارة المعنية على ضوء الخبرة التي قامت بها تلك الوكالة، وهذه الوكالة فيها خبراء مغاربة من جميع التخصصات. كيف ما كان التخصص كاين بالنسبة للسجاب واحد العدد من المعايير التي يجب أن تكون متوفرة حتى يتم يعني الموافقة على اعتمادها، إذن على الأقل الانطلاقة فيما يخص التكوينات في مجال التعليم في مجال الصحافة انطلاقة مضبوطة. أنا أقول أتحدث عن التكوينات المعتمدة، أما المسائل الأخرى عشوائية هذا الآن المشكل هو أن ونعم وسوف أختم بهذا. هي في الحقيقة الندرة الفلسفية يعني ربما انطلقت من 1959 عندما دشينا المغفور محمد الخامس وكالة المغرب العربي للأنباء ووضع لها شعار الخبر المقدس والتاريخ الحر. لكن المشكل حنا المدرسة التي ننتمي إليها شئنا أبينا فهي المدرسة الفرنسية، يعني ماشي المدرسة الأنجلوساكسونية، والخبر محسوب على المدرسة الأنجلوساكسونية، والرأي المتداول محسوب على الفرنسية، وكل ذلك ناتج عن التجربة الاستعمارية الفرنسية التي واجهها المغاربة انطلاقا من 1933 بالخصوص، يعني انطلاقا الصحافة الوطنية ديال محمد بن عبد الوزاني بلاكسيون دي بوبل بالفرنسية. بعدها 11 شتنبر 1946 جريدة العالم، هذه انطلاقة ديال العمل المهني والدخول في حلبة الصراع والتكوين في المجال الإعلامي. دخلوه المغاربة يعني في حركة غير احتكاكا وردة فعل على الرأي الادعائي للدعاية المغرضة. طيب شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا. وأختتم فقط باش يكون واحد نظرة كاركة فيه. المدرسة الفرنسية مبنية على المقولة ديال نابليون بونابرت في 1799 مباشرة، يعني يعني حملتي على مصر. وشنو قال نابليون؟ قال لو يعني أطلقت العنان للصحافة لما بقيت في السلطة 3 أشهر. نفس الفترة شنو قال جيفرسون اللي هو رئيس الولايات المتحدة؟ لو خيرت بين صحافة دون حكومة أو حكومة دون صحافة لاخترت صحافة دون حكومة. باش تعرف من تما مشى الخبر والاستقصاء ورمشي وحنا مشينا تبعنا ذاك النوع ديال الخبر. نستأذنكم أننا نخرج الجلسة واحد 10 دقائق واحد الاستراحة قصيرة، ونستأنف بجلسة كانت طويلة لأن فيها استدي المتدخلين.